مرحبا أخو اهلا بيك اهلا بيك قد من روح قدم لك روحي كحلة انسان عادي شنو تعمل؟ والله نعمل في برشا حاجات ونحلم في برشا حلمات وعندي برشا مواهب وما تحقق منها حتى شيء لا حلم تحقق وانسان نعيش متصالح مع روحي نضحك ونلعب ما نعلى بالناس بالدنيا والحمد لله عايش شنو حلمت؟ يا بنت حلمنا حاجات من صغرتنا كونا باش نولوا لاباس وصلنا فمن كبرنا باش كونا نولوا مستورين ما خلطناش على السطر أه؟ ما تحقق حتى شيء ابسط ضرورياتك ما تحققش تا واحد في عمره زي اللحيه شابت ومازال يحلم بالخدمه تحلم الخدمة. <applause> هاي مثل بالخدمه اي مازال نحلم بالخدمه ونحلم بالحياه الكريمه هاي؟ تتصوري توا نكتشف روحي انا تو مثلا عمري 48 سنه عيد ميلادي لا يمات ذوما الاربع سنين سناك المرة سيرح في مخي ونخمم فيها ما نلقاش حتى نهار عملت فيه ترسوك العباد حتى لا لنا فيه صحن مش في بالقدا وعبينا كل العباد حتى نهار يا بنتي حتى نهار ما تعدلنا بها هيك كل عبادة. لكن اكثر انها ايامات مستمتعين بها وفرحانين بها هي اياماتنا نحن مع انها ايامات بئسة لكن الحمد لله تقصد سنوات اللي, مادة اللي فاتت يا بنتي من توا وانت غدوة الله اعلم مدامني حي دي مريتك الامل مادامك غدوة الله اعلم هكاك احنا غدوة الله اعلم شنو هي التجارب اللي خذتها في حياتك واثرت فيك؟ ايه في برشا التجارب الزوجيه التجارب الحبيه الفشل السجون كل شيء جربناه في الحياه هذه مازالت كان حاجه حاجه بركه ما جربناهاش نكون نطلعوا الكوكب اخر ونشوفوا الحياه الاخرى بالكواكب الاخرى الكواكب الاخرى مش نحكوا على المشتري والزحل وعطارد لا لا دول الدول الاخرى لأن كواكب هذيك علينا نحن بالحق ما سافرتش حتى مره يا بنتي ما فوتش حمام لمف وين عندك باش تسافر <applause> ما فوتش هيك هو هذاك حد امكانياتك تصور احنا عندنا فلوس مش نسافروا بها احنا عندنا ثقافه السفر يا بنتي كي على عظم تسمى سلكتها وتعملي عزه باش تحكي لي على السفر انا وسفرتك تحكي عليه تونس <applause> عارفه <applause> السفاره ذاك للناس السعداء عمل عمل الكو... عمل الدول كلها نعرفوها بالجغرافيا وقتها وقتنا احنا صغار يحطوا لنا الكره الارضيه نبدا نطزوا هذه تونس هذه ليبيا هذه ألمانيا هذه كي هي جيت ليبيا ولا المجاوره ولا يا بنتي قلت لك ما فوتش حابه ملم انا هي ليبيا تحكي عليها <applause> اي ما كنت تنجم تكون سافرت وانت صغير ما حبيش تسافر ولا الظروف ما جاتش الظروف ما جاتش هذيك اللي ركز عليك الظروف ما جاتش وما جاتش اصلا هي الظروف مشات لعباد اخرى ما تجيش لنا احنا الظروف احنا جينا كان الظروف المقوده هذه تجينا لنا لهنا استاذ تلوج في روحك اي لا نلوج على روحي نلوج على روحي نلوج عليها ذاتي هذيك نبحث على ذاتي هي. ولقاها راه خاطر مجرد انك اكتشفتها وبديت تلوج عليها معنا هذيك النقطه البدايه فهمني باش تلوج دونك ذاتي الحمد لله متصالح انا وياها والحمد لله 48 عام اللي فاتوا شنو لازم يتبدل في السنوات الجاي؟ لا والله تعاودي ترجعيني من لحظه السفر ونرجع ونر... نفس حياتي هي هي نحبها تتعاود هي هي لان كلها تفاصيل بايت تعدت فيها تختار عائلتك هما هما. يعني قلت لي فما ما نحبش ما نحبش ذكريات ما نحبش نعاودها، تو قلت لي تفاصيل نحب نعاودها هي هي. شوف الذكريات ما تحبش تعاودها لانها ذكريات بائسه ومؤلمه. في دوله من المفروض من احسن من هكا، مع بيت احسن من هكا، فهمتني؟ لكنه كي ترجعي هي هي نحبها تعاود تعاود لحياتي هي هي. لانه الحياه تاعك هذيك الماضيه هي اللي فيها امك وابوك وداركم وكل فهمتني مستالجيه ما تنجمش تعاود فهمتها؟ لو كان واحد باش يختار باش يختارهم هم, هم بيدهم هذوك اللي فهمتني مهما جابوا لك عاش قلت لك دونك تلقى روحك راضي بها هي فهمتني؟ الوالد والوالده عايشين يا حاسرة كان زمان يا أخي متوفين, متوفين. يرحم هي متوفين. الدنيا بعد الوالدين والله هي الدنيا عند الغنية والفقراء عندهم الآخرة لكنه الدنيا بعد الوالدين يعني ما عادش انا تفوت الحيوان بالنطق لكنك زيك زي الحيوان لو نحكي لك بالواقع <applause> لا زيك زي الحيوان انسى كونك بشي شكون يحبك بصدق ولا يخمم فيك بصدق والله كي تموت هنا اللهم بالريحه يطلعوك لا يسلس عليك حتى واحد يكذب عليك كيف انت وحدك؟ اي نعيش وحدي نعيش وحدي نعيش وحدي اي نعيش وحدي شنو تعمل كيفاش تخدم ولا يا بنتي فماش هاك تاكل خبزك وعايش ولباس والحمد لله عما عايش عليك حد يا بنتي شكون يسال عليك؟ شكون باش يسال عليك؟ وبالرغم اللي عندنا الابناء وعندنا الزوجات ومطلقنا لكنه ما عايش يسال عليك حتى حد حتى من ابنائك اللي جبتهم من صلبك ما يسالش عليك ايش يا عندي وصل تاول الواحدة 21 سنه تمام تفهم المفروض تسال على ابوها ما هو قبل يقول لك الله يرزق علينا والدينا تولت العكس الله يرزق علينا صغارنا ما فهمتش منين جاوا قاعده تحسهم همش ولادنا ما تسالش ما هو حتى يكونوا هما مش فاهمين الدنيا ومش ما مش فايقين بروحهم يغلطوا لازمك انت زاد توجه ما دام انت زلت صغيرة راه تمشي لبنتك وتسال عليها وتلومها انها ما تسالش عليك. شوف فاهمين الدنيا وفاهمين كل شيء وفاهمين الوضع اكثر مننا نحن نحكي لك انا من لخ لكنه العصر هذا بتاع اجيال مانيش عارف من جاي كي تلقى الدرهم ولا يعبد اله. افهم هذاك هذيك هي الشعوب فهمتك كيفاش تولى عقليتك يعني العقلية مبتشه من المال تو تتوقع لو كان جيت انا من رؤوس الاموال زعما يوصل ولدك يكرك ما هو يجي الاخر يبص على ساقك على اموالك اما كي تبدا منتف ومنسل وما عندك شيء فهمت ما يقول لك ولدك لك شكون هذاك فهمتني دونك هنا اش قلت لك يا <applause> اخي تو انت يعني تيع والديك ولو ظل اللهم في الكفر لا لكنهم مطالب تيع والديك هذه الاجيال اولادنا قاعدين يتيعوا في والديهم يتيعوا في صاحبها كان صاحبها يعطيها تريحه فمها ما تهزوش عمل بها تقيم القيامه فهمت ما عادش تحكي علي تحكي هذا يا اختي مشى على روحك العصر الجميل الباهي اللي كان فيه اللي ينهي على المعروف اللي ينهي على المنكر ويامر بالمعروف ما عادش وقت اللي ما تلقاش كون ينهي على المنكر ويامر بالمعروف شنو تتوقع؟ اخر مره شفتها بنتك أختي يا بنتي ما نحبش نشوفها بر تمشي ما نحبش تغش منها يا بنتي متغش منها وما هيش بنتي صاي وقع الحد هذاك ما عادش نحب ندخل بها ما عادش نحب نشوفها نلقى وحده عاديه مطيشه هذيك بنتي عامه اللي عندنا ما يحبوك قسوه هكا يا بنتي مش حكايه قسوه هما اللي يحبوا يحبوا شنو يحبوا يحبوا العاد على الوالدين هاو ربحت و... شكرا لك قول ايش تحب لا لا المواضيع هذه خلنا... خلينا متفعلين. خلينا متفائلين و... صحيح خلينا متفائلين هكا أك... و... اي خلينا متفائلين وخلينا هنا نعيش نعيشوا في مجتمع ما شاء الله والحمد لله عقليتنا شوف ما بنا معاه العقليات بتاعنا احنا التوانسه يعني الراجل كي يخلي المراه ويهرب يولي ما هوش راجل، عمل المراه تخليه يقول لك مكتوب، عسى اسمع تعيشي مع عباد متناقضه ياسر فهمتني ما بالحق مشكلتنا احنا راه مش فينا احنا المشكله في المجتمع العقليات اللي تعيشي معاها بالحق ما فهمتش انا منين جايه العالم الكل تفهميه الا العرب ما فهمتش كش ولا تفكيرنا بالضبط سلخنا على توسكي لي قيم ومبادئ واخلاق و وو و ولينا هاني قلت لك ولا الدينار يعبد من الاخر الدينار ولا اله الفلوس كل الفلوس هي كل شيء بوانس اذا كان الرحمه والحكاية هذه راه يكذب عليك اللي قالها لك نقول لك كان فماش رحمه عند العرب والعرب تتعامل مع بعضها بالفلوس فهمتني والعرب تحب المال ما تحبش ما, تحب ما, ما انت كاخوه في الانسانيه ولا كذا لا بلاد الحقره وبلاد كل شيء فهمتني واذا كان فما حاجات نحبوها جديده تنضاف لبلادنا نكونوا يعملوا فصل ونبدو بها احنا وخلينا نعملوا فصل في الدستور عنوانه ممنوع الحقره ومن بعد يجي كل شيء ما دام الحقره موجوده والغ موجوده برشا الحقره يا بنتي نعيشوا بها ما تعبيش مخك ما تعبيش مخك الحقره في اللون وفي المال وفي الجنس وفي كل شيء في كل شيء في الجاوية وفي كل شيء فهمت لدرجه نظره تشاؤميه او ممكن زاد خزرة مره شويه للدنيا وطريقه تفكيرك وكانك ما توجعت برشا يا بنتي العرب وصلوك كيكه العرب وصلوك هكاك وليت انت هارب من العرب باش تهرب للقره باش للرحمه العرب وصلوك للنظره التشاؤميه هذه في كل شيء هي تعطيني شنو انا هو انا عربيه تصلح تي ارزال بتاع الشعوب بتاع المخنثون الشعوب بتاعنا هي نحكي الواقع شنو أناي انا العزه اللي جابوها لك وليت تحشم باش تقول راني عربي هي وليت تحشم تخزر للشعب هذاك راقص عربي راه نفس الدين وذاك قاعد يقتل والاخر يرقص منها هنا تقول شنو الامه هذه سنية المله هذه فهمت ومن بعد يبدو يحكوا لك نحن العرب كنا كنا وش كنتوا؟ كنتوا؟ كنت كنتو قبل سيئة من قرضة مشيت مع عباد معينه وجت ورثه الارض المخنثون تاع العرب وكاو ها ونوصلوك شكرا لك شكرا عشان